6 شهداء بينهم 3 أطفال وأكثر من 35 جريحاً إثر اعتداءات إرهابي داعش بالقذائف الصاروخية على دير الزور. حفل جماهيري في مدينة التل بريف دمشق فرحاً بعودة جميع الخدمات وافتتاح طريق التل منين الاستراتيجي. ريابيكوف يؤكد استمرار العمل بآلية تخفيف التوتر في سوريا. أسعد الله صباحكم، أهلا بكم إلى الساعات الإخبارية. ارتقى 6 شهداء بينهم 3 أطفال وجرح أكثر من 35 مواطنا إثر اعتداءات إرهابي تنظيم داعش بالقذائف الصاروخية على حيي الجغرة والقصور في مدينة دير الزور. اصابوا اعداد كثيره من المدنيين واسعفوهم على المشفى لهون، قمنا بالاجراء الاسعافات لهون. كثيفه نزلت بين المدارس وادت الى قتل مراه عمرها بالخمسين سنه وشاب اخوي طبعا عمره 19 سنه وطفل صغير عمره سنه ونص. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. بيتي بالممر واجت القذيفه، حسبي الله ونعم الوكيل، ابني مخطر وانا بضهري شطية وبجري، حسبي الله حسبي الله ونعم الوكيل. قذيفة وباقة بكرة رعدي. تقريبا الصوب عدد كبير يعني، وبعالم توفت يعني معايش لون بسبب القذائف الارهابيين معايش لون. أقيم حفل جماهيري واسع في ساحة مدينة التل بريف دمشق فرحا بعودة جميع الخدمات إلى المنطقة وافتتاح طريق التل منين الاستراتيجي. غدير غفر والتفاصيل. مع عودة الأمن والاستقرار لمدينة التل عادت تفاصيل الحياة الطبيعية إلى هذه المدينة لينعم أهليها بحياة تنسيهم مرارة السنوات السابقة التي عاشوها بوجود الإرهاب في المنطقة. حفل جماهيري واسع أقيم في ساحة المدينة فرحا بعودة جميع الخدمات وافتتاح طريق التل منين الاستراتيجي والذي يسهل سبل الحياة بالنسبة للمنطقة وأهاليها، وذلك بحضور المهندس علاء إبراهيم محافظ ريف دمشق والدكتور همام حيدر أمين فرع ريف دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي وعدد من الشخصيات الرسمية والشعبية، وبمشاركة الاتحاد العربي السوري للدراجات في سباق رياضي بدأ من مدينة التل واختتم في بلدة منين. سيكون لنا فعاليات عديدة في المدينة وفي محافظة ريف دمشق. أولى الفعاليات كانت في مدينة التل هي سباق الدراجات الذي سينطلق من هنا من مدينة التل باتجاه منين. إن شاء الله رح يكون لنا فعاليات عديدة في هذه المدينة بعد عودة الأمن والأمان إلى، وشايفين بمشاركة أهلها اللي كان لهم موجودين الفرحة في عيون الأطفال والشباب والرجال، وخصوصا بعد عودة الخدمات ومنها كانت الكهرباء. هذه الفعالية الرياضية التي تشهد سباق للدراجات تعبر بداية عن عودة الحياة إلى مدينة التل لتعود الحياة الطبيعية التي يعيشها المواطن السوري في ظل الأمن والاستقرار الذي يحققه الجيش العربي السوري في كافة الجغرافيا السورية، وهم أبناء التل، وهي الفعالية الرياضية في مدينة التل الدليل والبرهان القاطع لكل أعداء هذا الوطن في الخارج على انتصارات الجيش العربي السوري وعلى
انتصارات الشعب العربي السوري. لا يمكن أن يقتلوا إرادة الحياة. هاي الأطفال عم نشوفهم والشباب والكبار موجودين اليوم لحتى نعبر من خلال هذه التظاهرة الجماهيرية ومنها التظاهرة الرياضية بأنه سوريا إن شاء الله من منطقة التل منعبر على أنه هي رسالة المحبة والسلام لأعداء سوريا ولأبناء سوريا بأنه سوريا ستعود كما كانت بل هي أفضل إن شاء الله. هذا الطريق كان مصنعا لأبطال الدراجات في سوريا، هذا ما أكده المشاركون في السباق معبرين عن فرحهم بعودة الأمن والاستقرار للمنطقة. هذا الطريق كان احنا قبل الأزمة نطلع عليه تدريبات كتير، نجيب فريق أو نبعث اللاعبين لهون، حتى على مستوى لاعب لحاله كان بيطلع تدريب فردي لهون. هذا الطريق مصنع الأبطال كان، في عنا كتير لاعبين تخرجوا من هالطرقات. نحن بنتمنى نرجع مثل السابق، يعم الخير والأمان لسوريا. سباق اليوم كتير جميل وكان هيك ممتع للجمهور هيك بالتل ومدينة التل، ومشكر كل شخص ساهم بهذا التتويج. دائما الاتحاد السوري للدراجات يهدف لنشر ثقافة الدراجات، ركوب الدراجات. إحنا لو ما في أمان وبفضل الجيش ما كنا هون. كنا عايشين بمرحلة سوداوية، لكن الحمد لله خلصنا منها. اليوم مثل ما شايفين الناس كلها فرحانة. فرح عم أرجاء المنطقة من مدينة التل إلى بلدة منين، ووعود من الجهات الرسمية بأن القادم أفضل، وتطلع وأمال للأهالي بمستقبل أجمل. عثرت وحدات الهندسة في الجيش العربي السوري أثناء تمشيطها لحي الوعر القديم، عثرت على بناء كانت تتخذه المجموعات الإرهابية كمقر محصن بالمتاريس ويحوي مستودعا للأسلحة والذخائر، كما فككت بعض الألغام والعبوات الناسفة التي كانت مزروعة في بعض المنازل. مراسلتنا شيرين العلي التفاصيل. بعد خروج آخر مسلح من حي الوعر، دخلت قوات الجيش العربي السوري مع قوى الأمن الداخلي ووحدات الهندسة لتمشيط أحياء الوعر، شارع شارع وحي حي، ورصدت هنا إحدى المقرات التي كانت إحدى مقرات المجموعات الإرهابية المسلحة، والتي تحوي كانت عبارة عن مستودع ذخيرة متنوعة للأسلحة والمعدات أيضا. هاي عبوات ناسفة، هاي طلقات روسية، هاي سواعق مشان تجهيز الألغام. طبعا في أسلحة ثقيلة وفي دوشكات في 14.5، بس يخلصوا الهندسة من العبوات اللي جوا بدي يتم إخلاءها إلى الخارج. وعاد آلاف الأهالي من سكان حي الوعر في حمص إلى الحي للتفقد ممتلكاتهم تمهيدا للاستقرار والرجوع لحياتهم الطبيعية. مراسلة الإخبارية شيرين العلي والتفاصيل. مع انتهاء تنفيذ اتفاق حي الوعر الذي قضى بخروج مسلحيه الرافضين للتسوية، تخلصت مدينة حمص من الإرهاب نهائيا وعادت آمنة وخالية من السلاح والمسلحين بأحيائها كافة، حيث يستعد أهالي الوعر للبدء بمرحلة جديدة عنوانها الأمن والأمان، والعمل بنشاط لإعادة إعمار ما خربته أيادي الإرهابيين الآثمة. جينا نتفقد البيت حالي يرسلها، يعني جينا بدنا نفتح الباب بالمفتاح ما قدرنا، لحتى اضطرينا انه ننط على الحيط لحتى نقدر نفوت على البيت. شو دمار شامل، شو بدنا نحكي، حافرين الارض، حافرينها وعاملينها متاريس مع بين خزانات، يعني جوا تقريبا في شيء 50 خزان، ما كيف مع بينهم شغله غريبين. وهذا اللي شفناه، شوفت عينكم. ونحن بيت أهلي هون لنا 50 سنة بأول بناية طريق مصياف، وهم بيت قرايبيننا، وهم بيت أخي أبو راغب. حرقوا البيوت، خربوا وعملوا خراقات. العفش اللي أخدوه هن إجوا من الحمص القديم تحت الأنفاق، ما جايبين معنا ويمكن ولا معلقة ولا شوكي، طالعوا برادات وغسالات ومولدات وشاشات،
يعني طالعوا عفش يمكن بكفي ربع حمص. عشرات الحافلات التي أمنتها محافظة حمص أقلت آلاف الأهالي العائدين إلى الحي لتفقد ممتلكاتهم تمهيدا للاستقرار والرجوع لحياتهم الطبيعية. واليوم كان هناك دخول كبير زاد عن 8000 نسمة دخلوا إلى حي الوعر بواسطة النقل الداخلي اللي أمناه مباشرة صباح هذا اليوم، أيضا السماح لهم أيضا بالانتقال والدخول والخروج بوسائل النقل الخاصة. مسموح لكل أهالي حي الوعر من المقيمين في حي الوعر أن يدخلوا إلى حي الوعر، هذا حقهم الطبيعي ونحن سنقدم كل التسهيلات اللازمة لهم. كاميرا الإخبارية السورية جالت في شوارع الحي والتقطت صورا لشعارات منتشرة على جدرانها تظهر تنوع الفصائل الإرهابية التي كانت موجودة فيها، فضلا عن الدمار والخراب الذي لحق بأبنيتها الحكومية والكنيسة الوحيدة فيها. المسلحين واللصوص وقاموا بسرقة الكنيسة كما ترون من كامل أثاثها تقريبا، وأيضا المرافق الموجودة، المكتب، غرفة حضانة الأطفال. الآن ندعو الجميع للعودة، ندعو الجميع لأن يعيشوا حياتهم الطبيعية، أن يستندوا إلى حكمة وقوة الجيش العربي السوري وحكمة القيادة، وأن لا يخشوا ولا يخافوا من شيء ويكونوا مصرين على عودة الحياة الطبيعية بأنفسهم. محافظة حمص تبذل عبر مؤسساتها الخدمية جهودا حثيثة لتقديم الخدمات اللازمة للسكان والإسراع بتأمين الظروف الملائمة لضمان عودة الأهالي بشكل آمن ومنظم. أهالي حمص ورغم السنوات الصعبة التي مرت عليهم إلا أنهم قادرون على رسم البسمة على الشفاه وإعادة إعمار ما دمره الإرهاب. من قلب حي الوعر في حمص، شيرين العلي، الإخبارية السورية. السوريون يعبرون عن ارتياحهم لعودة الاستقرار إلى مدينة حمص وإعلانها خالية من المسلحين. نبارك للسوريين، نبارك للجيش العربي السوري الذي سطر أعظم وأكبر ملاحم النصر. لولا الجيش السوري ما أعلنت اليوم حمص آمنة. اليوم حمص، بكرة الشام، كانت مبارح حلب، الحسكة، دير الزور، الرقة، أكبر كافة المحافظات السورية بفضل انتصارات جيشنا الباسل. تحقيق الانتصارات اللي حققها الجيش العربي السوري هو نموذج حقيقي لما يريده الشعب السوري. نبارك لمدينة حمص كونها أصبحت مدينة آمنة، وهذا الفضل يعود بالأول إلى جيشنا الأسطوري البطل الذي يقاوم أعتى دول الإرهاب بالعالم. مبروك لحمص أنها مدينة خالية من الإرهاب بعد مدينة حلب، ورح نقول الشفاء العاجل لكل الجرحى والرحمة لكل شهداء الذين سقطوا في حمص من الجيش والقوات الرديفة، ونحن بنقول حمص مدينة السلام. حمص دائما هي في حضن الوطن، وهي دائما في عيون السوريين مثل أي منطقة في سوريا. مثل ما كانت حلب وتحررت، أكيد رح يجي يوم يتحرر كل شبر من أراضي السوريين بهمة جيشنا البطل. مبارك خلو مدينة حمص من الإرهاب، وإن شاء الله عقبال سوريا بالكامل، خلوها من الإرهاب بالكامل إن شاء الله، تحرير كل شبر من أراضي الجمهورية العربية السورية. الحمد لله على سلامته، وإن شاء الله ما عاد بيشوفوا شر لا إرهاب ولا غيره. باسم جماهير محافظة درعا نبارك لأبناء محافظة حمص على خلاصهم من الإرهاب، خلاصهم وعودة الأمن والأمان إلى بلادهم كما أعلنت بالأمس، فكانت محافظة آمنة. نتمنى عودة الأمن والأمان إلى كل ربوع سوريا. فهنيئا من القلب لأهالي حمص وللجيش العربي السوري ولجميع القوات التي ساندت وساندت الجيش العربي السوري من أجل عودة الأمن والأمان إلى مدينة حمص. سوريا غالية على الكل، نقول ألف مبروك لحمص ولأهالي حمص. أتمنى أن يعود السلام والأمن والاستقرار إلى سوريا كاملة وربوع سوريا كاملة بهمة وقيادة الجيش العربي السوري.
أكد سيرجي ريابيكوف نائب وزير الخارجية الروسي أن آليات منع وقوع حوادث جوية بين روسيا والولايات المتحدة في سوريا لا تزال تعمل. وقال ريابيكوف تعليقا على العدوان الأمريكي الأخير على سوريا أن العسكريين كانوا على اتصال، مؤكدا أن آلية تخفيف التوتر لا تزال تعمل، إلا أن ذلك لا يؤثر في الموقف الروسي المبدئي بشأن الحادث المذكور. وأضاف أن الجانب الأمريكي انتهك مجددا القانون الدولي بشكل صارخ واستخدم القوة حيال دولة ذات سيادة دون طلب من الحكومة الشرعية لهذا البلد. أكد الأمين القطري المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي المهندس هلال هلال خلال لقائه وفد حركة الناصريين المستقلين المرابطون، أكد أن بعض الحكام العرب يتراقصون على دماء الشرفاء وأنين الأسرى الفلسطينيين من خلال مسرحياتهم الهزلية التي يعرضونها اليوم. التقى المهندس هلال الهلال الأمين القطري المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي وفد حركة الناصريين المستقلين المرابطون، وعبر الهلال عن سعادته بهذه الزيارات من كافة الوفود والأحزاب العربية والتيارات التي أثبتت قوميتها وانتماءها للوطن العربي، فكانوا خير صديق للشعب السوري، مؤكدا أن سوريا على استعداد لتقديم كل الدعم لكل عربي شريف كي تأخذ هذه التيارات دورها بالكامل، وكي تتمكن من تحقيق أهدافها في الوحدة العربية وفي محاربة قوى الرجعية، مشيرا إلى أن سوريا وبالرغم من هذه الحرب لم تتخلى عن قضيتها المحورية وهي عروبة فلسطين والقدس. واستعرض المهندس الهلال أهم التطورات الجارية على صعيد حزب البعث العربي الاشتراكي لتعزيز العمل القومي، والتي كان أهمها إنشاء مجلس قومي لحزب البعث، مؤكدا على أن هذا المجلس ترتيب العمل القومي للحزب على كافة أنحاء الوطن العربي وبما لا يتعارض وقوانين الأحزاب. الهلال وصف تصدر الرئيس الأمريكي وعائلته قمة الدول الإسلامية بالمسرحية الهزلية التي تمثل على حساب دماء الملايين من الشهداء العرب الذين قدموا أرواحهم كي يحافظوا على عروبتهم وكرامتهم التي هدرها بعض الحكام من خلال هذه التصرفات. من جهته بارك العميد مصطفى حمدان أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين المرابطون انعقاد المؤتمر القومي للحزب في ظل هذه الظروف التي تمر بدمشق قلب العروبة النابض. كنا نقول دائما وأبدا منذ بدايات هذا الصقيع العربي أن القلعة في سوريا، قلعة القومية العربية في سوريا، وجيشنا العربي السوري هو جيش العروبة، وهو الذي سيحمينا جميعا من مخاطر هذا المشروع الذي كان في قمة يعني في قمة الوجود على امتداد أمتنا العربية، مشروع عصابات الإخوان المتأسلمين الذي يستهدف أمتنا العربية. جيشنا العربي السوري، القيادة الاستراتيجية العظيمة في سوريا وعلى رأسها سيادة الرئيس بشار الأسد استطاعت أن تهزم هذا المشروع على أبواب الشام. وفي ختام حديثه قدم السيد حمدان والوفد المرافق له عرضا للواقع السياسي في لبنان والمنطقة. أكد وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم خلال لقائه مع بيتر ماورر رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر والوفد المرافق تعزيز التعاون مع اللجنة ومكتبها في دمشق، طالما أنها تلتزم بالمعايير الإنسانية في تقديم خدماتها بعيدا عن الأجندات السياسية. نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم يستعرض خلال لقائه مع بيتر ماورر رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر والوفد المرافق الجهود التي تبذلها الحكومة السورية بهدف تحسين الظروف الإنسانية والمعيشية لجميع مواطنيها على امتداد الأراضي السورية والنتائج الإيجابية لعمليات المصالحة الوطنية التي تجري في عدد من المناطق. وعبر الوزير المعلم عن تقدير الحكومة السورية العالي للجهود التي تقوم بها اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتعاون مع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري في مجال تلبية الاحتياجات الإنسانية للمواطنين السوريين، معربا عن استعداد الحكومة السورية لتعزيز التعاون مع اللجنة ومكتبها في دمشق وتذليل أي عقبة قد تعترض عملها طالما أنها تلتزم بالمعايير الإنسانية
في تقديم خدمتها بعيدا عن الأجندات السياسية الخاصة لبعض الدول. وكان الدكتور فيصل المقداد نائب وزير الخارجية والمغتربين بحث مع ماورر زيادة التعاون بين الحكومات السورية واللجنة الدولية للصليب الأحمر في مجال إيصال المساعدات الإنسانية ونشر التوعية حول القانون الدولي الإنساني. وأكد الدكتور المقداد استمرار دعم الحكومة السورية لعمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا. من جهته نوه ماورر بالدعم الذي تقدمه الحكومة السورية لعمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا، وأشاد بدور ونشاطات اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني. كما بحث اللواء محمد الشعار وزير الداخلية مع رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورر والوفد المرافق له عمل المنظمة في سوريا والتسهيلات التي تقدمها وزارة الداخلية لعمل اللجنة وقيامها بواجباتها على الأراضي السورية. وعبر الوزير الشعار عن تقديره للجهود التي تبذلها المنظمة في مجال العمل الإنساني، مؤكدا على التعاون التام مع المنظمات الدولية التي تعنى بالجانب الإنساني. وبيّن الوزير الشعار أن سوريا ماضية في محاربة الإرهاب بالتوازي مع المصالحات التي حتى تطهير الأراضي السورية من دنسه وعودة الأمن والأمان، مؤكدا على اندحار الإرهاب بفضل صمود الشعب وبسالة الجيش والقوى الأمنية وتعاون الحلفاء. بدوره شكر ماورر الجهود التي تقدمها وزارة الداخلية من خلال تسريع الإجراءات المتعلقة بعمل اللجنة وتقديم جميع التسهيلات لإنجاح مهمتها. ونتابع في الساعة بعد الفاصل. ترامب في القدس المحتلة لإكمال مسيرة التآمر على المنطقة التي بدأت في الرياض. نلقاكم بعد الفاصل. إضراب شامل في فلسطين المحتلة تضامنا مع الأسرى المضربين عن الطعام لليوم 36. ترامب في القدس المحتلة لإكمال مسيرة التآمر على المنطقة التي بدأت في الرياض.
رئيس مجلس النواب العراقي يؤكد أن الحرب ضد الإرهاب وصلت إلى مراحلها الأخيرة. أهلا بكم. أعلنت الشرطة البريطانية عن مقتل 19 شخصا وإصابة نحو 60 بجروح جراء تفجير وقع خلال حفل موسيقي بمدينة مانشستر البريطانية. وقالت الشرطة إن التفجير وقع في قاعة مانشستر أرينا خلال حفل المغنية الأمريكية إريانا غراندي، ما تسبب في سقوط عدد من القتلى والجرحى، مشيرة إلى أنها تواصل التحقيق لكشف أسباب ما جرى. وأدى التفجير إلى تدافع الحضور خارج القاعة، فيما تم إيقاف حركة القطارات نحو محطة مانشستر فيكتوريا القريبة من القاعة. إضراب عام وشامل يعم الضفة الغربية وفلسطين المحتلة عام 48 والشتات، تضامنا مع الأسرى الفلسطينيين الذين يواصلون معركة الحرية والكرامة لليوم 37 على التوالي. مراسل الإخبارية جوريوس عزر والتفاصيل. دعما للأسرى في معركتهم ضد السجان، معركة الكرامة التي يخوضها أكثر من 1700 أسير في معتقلات الاحتلال. يواصل الفلسطينيون مسيراتهم وتصعيدهم للوصول لمطالبهم ونيل حريتهم. هذا أقل شيء ممكن نقدمه لأسرانا البواسل اللي خاضوا إضراب عن الطعام، إضراب الكرامة، وصل الملحد إلى يخوضوا إضراب 36 يوم، ولكن للأسف في ظل التخاذل العربي والدولي والمحلي في مؤازرة ومساندة أسرانا البواسل، بعتقد هذه يعني أقل شيء ممكن نكون في تعبيرا عن غضبنا وسجبنا واستنكار لهذا الصمت المخزي للأسف في هذا الموضوع. صوب نقاط التماس والنقاط العسكرية الصهيونية المقامة على أراضي الفلسطينيين، توجه عشرات الفلسطينيين في مسيرات رافعة لواء من رفعوا لواء القضية، متحدين بإصرارهم وحجارتهم جنود الاحتلال وعتادهم. رسالتنا اليوم تؤكد أن أبناء شعبنا ملتف خلف أبنائنا في داخل السجون، وأننا سنبقى نناضل وسنبقى صامدون وراءهم إلى أن يحققوا مطالبهم العادلة. أولادنا بدنا يطلعوا، أولادهم مش أعز من أولادنا، إسرائيل قوية والله يهد حيلها والله يهد قواها. إضراب شامل وإغلاق للمحال التجارية عم الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإضراب عن الطعام خاضه الفلسطينيون تضامنا مع أسرهم في معتقلات العدو، كلها خطوات تصعيدية في سبيل تحقيق الكرامة الفلسطينية. باتت قضية الأسرى المحرك الرئيسي للشارع الفلسطيني، وربما تكون شرارة تؤسس لانتفاضة فلسطينية وشعبية جديدة. للإخبارية السورية جريس عزار، فلسطين المحتلة. وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى القدس المحتلة للاحتفال بإنجازاته في الرياض التي تمثلت بتسخير جهود أنظمة خليجية أكثر فأكثر لمصلحة الكيان الصهيوني. تقرير يحيى كوسا. يستكمل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تل أبيب ما بدأه في الرياض من برنامج مشبوه وخطير تفوح منه رائحة النفط يستهدف المقاومة وإيران. ترامب وحكومة بنيامين نتنياهو العنصرية احتفلا معا في تل أبيب خلال أول زيارة له إلى الكيان الصهيوني، بما تحقق خلال قمم الرياض الثلاث التي فتحت أبواب المنطقة تحت يافطة الاعتدال العربي للعدو الصهيوني، وشكلت تحت مسمى قوة عسكرية لمواجهة الإرهاب جبهة ظالمة جديدة ضد إيران التي تحارب الإرهاب التكفيري وتضع قدراتها وإمكاناتها إلى جانب الشعب الفلسطيني ومقاومته ضد العدو الصهيوني وسياساته الاستيطانية. ما كان في الخفاء أصبح في العلن، وزيارة ترامب إلى الكيان الصهيوني بعد أن فتح خزائن النظام السعودي دون حروب تؤكد أن المرحلة المقبلة هي مرحلة خطيرة لا يحكمها منطق سليم أو تفكير صحيح، حيث العدو يصبح صديقا والصديق يصبح عدوا.
ولا شك أن حديث ترامب عن عملية التسوية بين العدو الصهيوني والفلسطينيين يفتقد إلى المصداقية بعدما حصل على ما أراد من مال سعودي لدعم الاقتصاد الأمريكي والكيان الصهيوني، فاهتمامات ترامب لا تتعدى تحقيق هدفين: الحفاظ على أمن الكيان ودعم الاقتصاد في بلاده، وهو ما كان يقوله ويكرره خلال حملته الانتخابية. وكما اعتادت الإدارات الأمريكية أن تترك أدواتها عند انتهاء الدور العميل الذي تؤديه، فإن إدارة ترامب ستترك النظام السعودي لمصيره المحتوم بعد أن يدفع لها آخر دولار في خزائنه خدمة للكيان الصهيوني. فالرياض تفتح معركة على المقاومة بالنيابة عن الكيان الصهيوني لا أكثر ولا أقل. أكد رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري أن الحرب ضد الإرهاب وصلت إلى مراحلها الأخيرة، مشيرا إلى أن العراقيين قدموا تضحيات كبيرة من أجل الدفاع عن الأمن والسلم العالميين. وقال مكتب الجبوري في بيان إن الجبوري ناقش خلال لقائه وفدا من البرلمان التشيلي تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل فتح آفاق جديدة من التعاون المشترك. ميدانيا في العراق، قتل إرهابيان اثنان خلال محاولتهما التسلل إلى قاعدة عسكرية شرق مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى. تقرير رهف شرف الدين. خريطة مصورة نشرتها خلية الإعلام الحربي في العراق عن الجزء القليل المتبقي من المناطق الخاضعة لتنظيم داعش الإرهابي بالجزء الأيمن للموصل. القوات العراقية عزيز شمال ناحية القيروان غرب مدينة الموصل، كما انطلقت عمليات لتحقيق أهداف بإسناد من طيران الجيش العراقي لتحرير المنطقة بالكامل. مديرية الاستخبارات العسكرية أكدت أنها قتلت ما يسمى بوالي الشؤون الإدارية التابعة لعصابات داعش الإرهابي المدعو محمد مجبل الجواري بضربة جوية لطيران الجيش العراقي في منطقة الزنجيلي غرب المدينة، إضافة إلى اقترابها من إنهاء عملياتها في الجانب الغربي لمدينة الموصل. فيما أكد عضو في مجلس محافظة نينوى أن 97% من المنطقة تم تحريرها بالكامل من دنس التنظيم الإرهابي. إلى ذلك أكد مصدر أمني بمحافظة ديالى أن 4 انتحاريين يرتدون أحزمة ناسفة حاولوا التسلل إلى قاعدة كركوش العسكرية شرق بعقوبة في ديالى، إلا أنه تم كشفهم وإطلاق النار عليهم ما أدى إلى مقتل 2 منهم على الفور، فيما تمت محاصرة 2 الآخرين. عملية تحرير الموصل باتت فرضا وطنيا على جميع القوات العراقية المشتركة، متعهدين باستعادة كل الأراضي العراقية ومنها الموصل من قبضة تنظيم داعش الذي تم دحره من الجانب الأيسر للمدينة. ونتابع في الساعة بعد الفاصل. الشرطة الألمانية تخلي مقر الحزب الاجتماعي الديمقراطي بعد العثور على جسم مريب في غرفة البريد التابعة لمقره في برلين. نلقاكم بعد الفاصل. وارفع سلاحك شامخا، فالعز يطلب أهله مسترشدا. هذه الحياة تواترت أمجادها، فكن الذي يهب البطولة سؤددا. هذا الزناد تناثرت نيرانه حمما على الأعداء يصحبها الردى. لسنا الذين يهادنون عدونا، فالنصر غايتنا وإن ضاق المدى. We'll be right back.
تحولات دولية تحيد دور نظام أنقرة في المنطقة. الشرطة الألمانية تخلي مقر الحزب الاجتماعي الديمقراطي بعد العثور على جسم مريب في غرفة البريد التابعة لمقره في برلين. بيونغ يانغ تؤكد استعدادها للرد على حرب شاملة وتدمير القواعد الأمريكية في كوريا الجنوبية. أهلا بكم من جديد. قمة في الرياض بلا أردوغان، وألمانيا تستعد لنقل جنودها من قاعدة أنجرليك التركية إلى الأردن. تحولات دولية تحيد دور نظام أنقرة في المنطقة، تزامنا مع تنبؤات داخلية تتحدث عن انتهاء عصر العدالة والتنمية في السياسة التركية. تقرير أسامة شحود. في خطوة تعتبر غير مألوفة في العلاقات التركية الخليجية، نظام الرياض يستثني رئيس نظام أنقرة رجب طيب أردوغان من القمة الإسلامية الأمريكية. فالأنظمة الخليجية اكتفت بوزير الخارجية مولود جاويش أوغلو ممثلاً لتركيا. إبعاد أنقرة عن قمة الرياض تزامن أيضاً مع إعلان وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا لاين أن الأردن أبلغت بلادها عن استعدادها لتقديم كافة الدعم اللازم لنقل الجنود الألمان المرابطين في قاعدة أنجرليك جنوب تركيا إلى الأردن. لاين أكدت أيضاً بعد زيارتها لقاعدة الزرقاء الجوية الأردنية التي طرحت كبديلاً لقاعدة أنجرليك أن الملك عبد الله أبلغها استعداد بلاده لتقديم كل أشكال الدعم للجنود الألمان. يذكر أن خلافات تركيا مع دول الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر الأخيرة دفعت بدول الاتحاد إلى إعادة وضع تركيا تحت الرقابة الأوروبية كما كانت عليه في عام 2006، وهي رسالة أوروبية تعتبر الأقصى ضد نظام العدالة والتنمية منذ وصوله إلى السلطة عام 2002. ليس فقط السياسات الخارجية الفاشلة هي من تسببت في تحييد نظام العدالة والتنمية، بل سجله الأسود في الداخل التركي أيضاً. عمر توران الكاتب التركي المعروف بقربه من أردوغان والحكومة التركية خرج عن طوره منتقداً سياسة أردوغان الداخلية ومؤكداً أن عصر حزب العدالة والتنمية انتهى بنظر الشعب التركي، وسيرى الجميع هذا خلال أول انتخابات مقبلة. أخلت الشرطة الألمانية مقر الحزب الاجتماعي الديمقراطي في العاصمة برلين بعد العثور على جسم مريب في غرفة البريد التابعة لمقر الحزب. وكالة رويترز نقلت عن متحدث باسم الحزب قوله إنه تم إخلاء جميع موظفي المبنى بمن فيهم أعضاء رفيعون مستوى من الحزب الاجتماعي الديمقراطي الشريك في حكومة أنجيلا ميركل، كانوا يعقدون اجتماعا في مقر الحزب، مشيرا إلى أن الجهات المختصة لا تزال تعمل على التحقق من الجسم المريب. ألقت أجهزة الأمن الخاصة الصينية أشخاص يابانيين في آذار الماضي بشبهة التجسس، وكانت السلطات الصينية ألقت القبض منذ عام 2012 وحتى 2015 على 10 يابانيين بعد أن اشتبهت في ممارساتهم أنشطة تجسسية، فيما نفت طوكيو الاتهامات الصينية وقالت إنهم كانوا في مهمة تتعلق بإدارة الأمن العام في اليابان. أكد نائب رئيس كوريا الديمقراطية أن بلاده مستعدة للرد على حرب شاملة، مضيفا أن الرد سيتمثل في تدمير القواعد الأمريكية في كوريا الجنوبية. كوريا الديمقراطية ترد على أي اعتداء تتعرض له دفاعا عن نفسها، والدفاع عن النفس حق مشروع في كل القوانين الوضعية والديانات السماوية. هذا ما أكده نائب الزعيم الكوري الديمقراطي كيم جونغ أون. وفي عرض عسكري أشار المسؤول الكوري الديمقراطي إلى أن بلاده مستعدة للرد على حرب شاملة بحرب، مضيفا أن الرد سيتمثل في تدمير القواعد الأمريكية في كوريا الجنوبية. هذه المواقف المتحدية لبيونغ يانغ أربكت واشنطن، مثلما أثارت قلق حلفائها
في اليابان وكوريا الجنوبية، وأشعلت الخطوط الدبلوماسية الساخنة بين القوى العظمى مثل الصين وروسيا بحثاً عن حل سياسي لتهدئة الوضع وتجنب أي مواجهة. الصحيفة المركزية لكوريا الديمقراطية أعلنت بأنه يتعين على الإدارة الأمريكية الحالية عدم اعتماد السياسة العدائية الفاشلة تجاه كوريا، مشيرة إلى أن الجهاز المركزي لحزب العمال الكوري يدعو إدارة ترامب لتجنب أخطاء سلفه باراك أوباما الذي كان يحلم بتغيير وانهيار جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية. بيونغ يانغ تشير دوماً إلى التهديد الذي تشكله الولايات المتحدة على شبه الجزيرة الكورية والعالم، وهو ما يحفزها على تنمية برامجها النووية والصاروخية على الرغم من العقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي. قبل الختام تذكير بالعناوين: 6 شهداء بينهم 3 أطفال وأكثر من 35 جريحاً إثر اعتداءات إرهابي داعش بالقذائف الصاروخية على دير الزور. حفل جماهيري في مدينة التلبير في دمشق فرحاً بعودة جميع الخدمات وافتتاح طريق التل منين الاستراتيجي. ريابيكوف يؤكد استمرار العمل بآلية تخفيف التوتر في سوريا. إضراب شامل في فلسطين المحتلة تضامناً مع الأسرى المضربين عن الطعام لليوم 36. ترامب في القدس المحتلة لإكمال مسيرة التآمر على المنطقة التي بدأت في الرياض. ورئيس مجلس النواب العراقي يؤكد أن الحرب ضد الإرهاب وصلت إلى مراحلها الأخيرة. الساعة الأخيرة انتهت برعاية الله وحفظه.